مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا جاي النهارده ارد على سؤال ناس كتير جدا سالتني عليه: ايه هي فوائد الفضه؟ اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. الفضه ليها 5 فوائد. اول فايده ناس قبل كده سمعتها ان الفضه بتقلل التوتر والقلق. لو اي حد قلقان ولابس مثلا خاتم فضه، تلاقي ان الفضه بتقلل التوتر والقلق اللي فيه. فدي معلومة مش عارف ناس كتير عارفاها ولا لا. تاني فايدة للفضة برضو ناس ممكن تكون عارفاها، انها بتحسن المزاج وبتقلل العصبية. تحسن مزاجه، تقلل واحد غضبان، واحد متضايق متعصب، تلاقيه موده بقى احسن بكتير. ان كان لابس خاتم فضة، انسيال فضة، فهي الفضة عامة بتحسن مزاج اي شخص، عامة اي شخص مرتدي فضة. تمام. الفايدة التالتة للفضة انها بتقلل الطاقة السلبية اللي في جسمك. اي انسان فيه طاقه ايجابيه وسلبيه، فهو لو حد عنده طاقه سلبيه زياده بتقللها، بتقلل الطاقه السلبيه. معرفش المعلومات دي انتوا عارفينها قبل كده ولا لا، بس في كذا حاجه تقريبا متكرره، يعني الاولى والثانيه تقريبا متكررين. تمام. الفائده الرابعه بقى اللي محدش ممكن يكون عارفها او سمعها قبل كده، ان الفضه تساعد على تدفق الدم. فدي معلومه مهمه لازم تعرفوها. تمام. اخر حاجه الخمسه والاهم حاجه فيهم كلهم لازم كلكم تبقوا عارفينها، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابس خاتم فضه. وبكده تكونوا عرفتوا فوائد الفضه. لو حد عنده اي استفسار اكتبه في كومنت وانا هرد عليه. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.